أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن روسيا تعمل على تحديث وتوسيع ترسانتها النووية مع استمرار عملياتها العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتكررة بشأن إمكانية استخدام الأسلحة النووية لحماية روسيا. أعلنت المفوضية الأوروبية التبرع بأربعين مولداً قوياً لأوكرانيا من احتياطات وحدة الإنقاذ الطارئة التابعة لآلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لمساعدة البلاد في التغلب على عواقب الهجمات الروسية الهائلة على البنية التحتية للطاقة وضمان ظروف بقاء سكان البلاد في ظروف الشتاء. أكد المستشار الألماني كارل نيهامر أن رفض بلاده لانضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن هو مسألة أمنية خالصة بالنسبة للنمسا، وأن الانتقادات الدولية لبلاده غير مبررة أو منطقية، مؤكدا عدم وجود توسع في عضوية الاتحاد الأوروبي ما دامت الحدود الخارجية غير محمية بشكل فعال. اعتقلت الشرطة الألمانية محتجز الرهائن في أحد مراكز التسوق بوسط مدينة دريسدن الواقعة شرقي البلاد، وأفادت وسائل الإعلام الألمانية أن الشرطة أنهت حالة احتجاز الرهائن بعدما شنت عملية استغرقت عدة ساعات، مشيرة إلى أنها فتحت خط اتصال مع منفذ الهجوم عبر الهاتف بعدما احتجز نفسه داخل إحدى الغرف في مركز التسوق. أكدت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 180 جندياً أوكرانياً خلال 24 ساعة الأخيرة، بالإضافة إلى تدمير أربع طائرات مسيرة أوكرانية ومحطة رادار واعتراض 10 صواريخ، فيما قالت قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا إن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية للطاقة بطائرات مسيرة في منطقة أوديسا الليلة الماضية، ما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة تكاتف المواطنين مع الدولة لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية الراهنة وتحقيق المستهدفات المخطط لها، مؤكدا أن هناك حاجة لخطة واضحة لضبط زيادة السكانية، الأمر الذي يسهم في إزالة التراكمات التي ظلت على مر السنوات من نقص الخدمات، بالإضافة إلى المساهمات في توفير فرص العمل. وخلال جولته التفقدية لعدد من المشروعات التنموية بالسويس، أشار مدبولي إلى أن المحافظة تلقى اهتماما كبيرا من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة ضمن جهود التطوير التي تشهدها مختلف المحافظات. تواصل وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وفرض السيطرة الأمنية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط 13,254 قضية سلع غذائية وتموينية وضبط 1,519 قضية ومخالفة في مجال الأمن السياحي وضبط 78,899 قضية سرقة التيار الكهربائي وضبط 233 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية وضبط 43 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة وضبط 2512 قضية تهرب ضريبي. أكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان على الأهداف التنموية والأهلية التي تخدم حقوق الإنسان ودعمه الكامل لأنشطة مؤسسات المجتمع المدني، موضحا أن دعم المجتمع المدني يأتي لتوفير الخدمة الطبية الكاملة وتوفير المواد الغذائية والكساء وتوفير مسكن ملائم والمشروعات التنموية لكل مواطن دون تمييز.